أنا جاد غصن بدي اليوم أعتذر من كل الصبايا اللي حبها قريب العاجل نعزز بعض العلاقة. تعرضت لعدة محاولات رشوة. لا هيك حدا إجا حط لي شيء إنه ما هيك يعني إنه مين هو هذا الشخص؟ في التهريب على الجامعة ما كان لي حق فوت. بعد كل هالسنين اندمت. شو بيقول جاد اليوم لجاد يلي من 10 سنين كان ناشط بالتر وطن الحر؟ هالموضوع ما كتير بحكي فيه ورح تحكي فيه الليلة. ليش بدي أبقى؟ رح نشوفك مان تو مان مع صحافة زميل رح يكون عازمك على فنجان قهوة. يا مرحبا بالسيد رامي. يا أهلا وسهلا. مان تو مان مع سمر بوشبل الليلة 10:15 المساء على الأو تي في.